نتعش أم نشتعش. يلا يا والدي يا ليلى يا نيلي وروح صفك ولا تنسى تجيب لي هذا شريط من الميام الجديد. يا عجب في الوقت زا وهلة ما بعد عشقهم زهلة نسوا أن الهوى أحساس ومن يرزق حشية جميعا. مين ده اللي متصل فيها؟ الوسعاء ما عادش يتصل. لكل منطقة تعليمية. ترية عطيات ترية جيت لك. ألو من هو هذا؟ ألو زيك عطيات. ألو أيوة عطيات. هذا تنك المص. ألو مين طارق؟ أيوة أختك عطيات طارق. أيوة عطيات إزايك أنا أخوي طارق. فكراني عطيات. أيوة أنا عارف أنك أخوي طارق. إزايك يا حبيبي إزايك وإزاي أمك؟ بتقولي إيه؟ هي مش عندك؟ سمعاني؟ عندي ده إيه؟ الله طارق أمك فين يا طارق؟ ما تخافيش هي دايما كده تخرج من غير ما تقول. يوه انا كل حاجه اعملها الساعه بتديني الطرشه وتطلع لوحدها. هي ما جاتش عندك؟ صح ما علينا. انما زيك انت وزي عواطف والعيال سلمني عليهم قوي. ازاي معلش بقى انت عارفه بقى ان الظروف وحشه وترابيش في كل حته. معلش يا عطيات. النبي يا اختي انا عايز اغطت عليكي شويه بس محتاج 5000 جنيه سلف. الله يخليكي عطيات يا اختي انت عارفه الزبون تعبني. يا ريت بتزحلقهم لي مع اي حد والنبي. يا ريت طالع لسه بعت لك 10000 جنيه الشهر اللي فات. معلش يا عطيات انت عارفه الظروف وحشه. ده انا بموت فيكي ومن ساعة ما قلت انك هتبعتي العجل للعيال وهم راكبين على ظهري. تعرف الواد احمد الصغير واد الشاي ده قال بيقول اللي يركب على ظهري يقول ما عنديش فرامل وما بنورش بالليل. ايه طيب يا طارق عامل ايه؟ ابعت لك العجل بكره ان شاء الله. ايه العطيات باي ذا واي انت فاكره التليفون اللي انت كنت بعته لي ما فيهوش خط؟ ولا يا ريت تبعتي لي الخط كده بالفاكس او بالايميل. بس يا طارق ايوه ايه اللي اخبار الرجيم معاك واخبار النادي ايه؟ هو الوجه فيا لسه مطلع عينك. ما تفكرنيش يا طارق في البيع الرحفية اشوف في يوم انا ان شاء الله. طب والنبي بس اوعى تنسوا النبي انك تبعت الفلوس. والنبي لو مش فاكر رقم الحساب ابعتهولك انا افكرك بيه. والنبي انت عارفه الظروف وحشه قوي عندنا هنا. والنبي الو مش سامعه يا طارق. مش سامعه يا طارق. الو مش سامعه يا تقطع الخط في الارض.